فالحضور هذا نتاع الضيوف اذا كان يتواصل ربما في مناقشه بعض القوانين ربما يؤثر على المسار، وخاصه ان شفنا فما تدخل من بعض الضيوف على مستوى نقاط معينه في توزيع اوراق او بالهمس الى بعض النواب، فهذا اثر في مسار الجلسه. هذا عامل اساسي لابد من مراجعته. العامل الثاني الخارجي هو النقل المباشر للحصص، هذا اذا كان حبوا باش يكون السير بتاع العمل يعني السير باكبر يعني اسراع، ونحن في مرحله تقتضي منا ان نسرع نحو انجاز الدستور، راهو النقل المباشر هذا قاعد يعطل في الكثير من الاحيان لرغبه البروز ورغبه الظهور. يعني نحن نشوفه يعني وقت اللي يكون النقل باختصار للجلسات ربما يكون اسراع اكثر ويكون الجو اقل تشنج. العامل الثالث اللي هو في مستوى القانون الداخلي. راهو نقاط النظام اللي قاعده تتكرر بشكل مبرر وغير مبرر قاعده تعطل في سير الجلسات. اذا كان نحب نراجع القانون الداخلي بشكل سريع لابد ان نراجع النقطه هذه، ان التدخل في نقطه النظام لا يكون الا بشكل يعني محدود، وما يمكنش الانسان ان يدخل فيها في اكثر من مرتين ولا ثلاثه. فارجو مراجعه النقاط الثلاثه هذوما من اجل ان نسرع في اتجاه ان ننهيو الجدل حول هذه المسائل، وخاصه الاسراع نحو انجاز الدستور. وشكرا.